ارحب ارحب بالجميع، احب ارحب فيكم من اول وجديد. ليش ما عندي مي؟ شوف على طول مشاكل، ما في مي. لو سمحت وصل له مي. كلهم عندهم مي، عندنا مساجين. شو سفتهم هذا؟ ليش لب صغير بيوغرافي جرائم مجرم كبير زي رصاصي؟ شو هذا؟ نحن نعرفه، مفروض يكون كاتيجوري نورمال سكيورتي. هذا شو؟ مينيمم سكيورتي. اوكي مينيمم سكيورتي، يعني هذا ما مسوي شيء. هذا مسخره مسكين. هذا شيبه مينيمم سايز 2x3. زين 2x3 انت ردي، انت ايش مش اللي كسره؟ تويلت موجود، مينيمم سايز بيت موجود، انكلوزد جيل دور لوك اوبن. السجن هذا في شيء ما اعرف، بشوفه بعدين. عادي يكون في فاونديشن شيء ناقص. يوم سوينا الفاونديشن مش كل شيء ضبط معي. استوت خبصت، شفتوا انتم كيف الوضع؟ زين شو اخبار المساجين؟ ترى المكان فوضى. هاي ال ليش انجريدينس؟ ليش السؤال فايب؟ لحم ليش برا؟ لحظة حطي لكم ثلاجة، تقولوا ما عندكم ثلاجة؟ بشوف مشكلته بعدين، بس يباله ليتات. ممر مو بوكي، ليتات ما تضبط فيه. هذا فيه ليتات. شو اخبار اسم مساجين؟ تمام. خلاص اوكي، ركبتوا له، روحوا طلعوا. المشكله لازم يطلعون، اذا الجلدور لازم منو يجيبهم؟ صديقنا الجارد يفتح لهم الباب. عندهم اماكن بس هم الحين. زين احنا كنا بناخذ جراند ثاني لو تذكرون، ادمنستريشن سنتر. خلنا ناخذه شيبه. هاير اكاونتنت. اكاونتنت بس يعني سوينا اكثر. لحظه شو عندنا جراند ثاني نقدر نسوي؟ ان ميت هيلث بيلد ميديكال وورد. لا ما نبى. انلوك مينتننس ثرو بيجروسي فيزيتيشن رايت مش الحين. سكيورتي بروسيجر سيرتيفيكيشن ستاف هاير سكيورتي تشيف ريكويست. لا ميت هيلث ميديكال ما بحط لهم الحين. مينتننس اوكي. المينتننس في البيوكراسي شو نسوي؟ بنبطل فورمان، ونبى اصلا فورمان عشان جانيتر ننظف المكان. خلنا نسوي لنا مكتب رومز اوفيس. يا صديقي الاوفيس يبقى الوقت اللي نتعود عليكم. اوفيس اكاونتنت صح؟ انا اقول لكم اكاونتنت شو بنسوي له؟ بنحط له طبعا لازم يبقى مكتب، يبقى كرسي، يبقى باب. عنده باب اوفيس ديسك تشير فايلين كابينت. زين اكاونتنت معناه عنده فايلات الدنيا صح؟ خلنا نحط له فايلات. بقول بس واحد اقل يالس هني فاضي ملان. ليش خلنا نحط له تلفزيون؟ لا راديو، خلي يسمع اغاني تك تك. ما في الا اتجاه واحد يسمع اغاني يعيش حياته. حطينا له ليتات، في ليتات هني. الفيجن هذا مش عاجبني، مش عاجبني. زين نسوي هاير حق منو؟ اكاونتنت. خليك تري في ريسبشن لين يخلص امورك. اوب شوفوا 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 الطاولات، شوفوا اللبس 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 وش البدل. هذا السجن مش عاجبني، هاي رقم واحد مش عاجبني. ابغى اسوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندي 10 حاسب لي 8. زين عندي مساجين جايين. لحظة انا عندي مساجين جايين، وين احطهم؟ تاكلون بدون مشاكل فاهمين؟ والله تسوي لنا عمود. هاشو
حبيب والله راعي الخسه سوالف بعد ما شاء الله عليك. زين بس ما بشوف صوره بس اطلع. اوكي خليني اشوفكم انا بعد. زين حطيت لهم فريزر ويخيس كل شيء فيه اذا ما في كهرباء. الحين يبنى المحاسب. هذه المحاسب ها العيوز تعال العجوز احسبي لا تقعدين انتي تسوين. انت قاعد تدرس مسكين انت ما بتشتغل شكله ما بتشوف هلك ما تشوفون كل الشغلة هنا. ابى اكبر السجن مجبور. بس شو وضع الاكل عندي انتيك available prisoners normal risk. عندي normal risk 6. وظايف كيود هذا needs need psychologist free time. عندهم جدول زين. near research policy ما اقدر اسوي policy الحين. نأب تو التايم بيلد يور فيرست سيل بلوك اند ترانسفير اكزيستنج بروسيسرز انتو سيرز انتو ذير اون فيزيتيشن رايت سكيورتي بروسيجر. ما با شورت تيرم انفستمنت شو يبغانا نسوي. انلوكت فاينانس انزين خلنا نمشي. شو نسوي فيزيتيشن ما بنعطيهم الحين. prisoners meals feed all prisoners. الحين عندي كم عندي كراسي حق الكل. انا عندي كراسي حق الكل بس السجن اللي عندي ما يكفي. انا متأكد انه ما راح يكفي. بسوي سجن ثاني بس بفصله عن هذا. ما بسوي نفس السجن ابدا. ما بسوي نفس السجن هذا. كم 1 2 3 4 لحظة هذا كم 19. اوكي هذا بيكون 19 20. عندي فلوس 5000. بكبر اليارد. يارد صغير وايد. حطون شو هني هذا بنحطي الحينة على اساس العمال يخطفون اذا استوى شيء. جيل دور اباهم يمرون. وبنكبر منو بنكبر المطعم بنكبر المطبخ. هذا بهدم من هالصب كبطة ما عليه مشكلة. الحين عندنا محاسبين شوفوا جايين يبنوا جماعة. هذا في باب بس ما اعرف شو فيه. اخ مش فايق له ناقصنا حمام. وهذا شو ان شاء الله ها شو اللي قدامك بنت. شكلي بشيل السجن كامل وفك عمري. requires entrance. عندكم entrance ها ترانس في نص المبنى. المساجين مش سهلين الارضاء بصراحة. يعني احس انهم هم ولا لا سيتي سكاي لاين واحد والله. سيتي سكاي لاين كانوا طالعين روحي. انزين اللي بسويه الحين شو ابا يدار اساس اكبر منه هذا. حلو هو بيدار كبر فيه منو هذا. عادي انا مخلي فراغات اصلا بالعمد مو مشكلة. هذا عندنا ستاف دور ما حد بيخطف. اهم شيء ما حد يشرد. اذا حد شرد والله مصيبة. ما نبى حد يشرد. الحين عمال ان شاء نكبر المساجين. انا ما عندي مكان حق مساجين الحين. حتى عندي مثلا سجن جماعي ولا سجن كبير ما عندي. وهي مشكلة ثانية. الحين مش بس انترنس شليت لكم البقعة كامل لو سمحت اسوي في شيء. هذا بقى تبنونه. ممكن كم عامل عندنا ما يبين كم عامل الا اذا هني عند الستاف. عندي 8 عمال لا كفاية بس ما بدفع زيادة على عمال. 3 staff members are exhausted. Build a staff room so they can rest.
نبغى غرفة موظفين يريحون الموظفين. بنبني لهم مو مشكلة، بس نبغى نحط الفاونديشن هنا. فاونديشن حتى هذا لازم يكون في فاونديشن صح؟ كله فاونديشن. اتوقع مو مشكلة، ان شاء الله ما يكون في مشكلة ان شاء الله. مرات يشفرون الصراحة، بس هذا مش امتداد عادي، هذا قبل وقته الصراحة. تبون الصدق؟ هذا قبل وقته. المفروض اخلص مساجين شوي، مشيهم في الحمام الجماعي ومشي امورهم. اتمنى ان شاء الله ما يفشل الخطة يعني. انا مش ناوي على سلسلة وايد طويلة هني. اذا كنت ناوي على سلسلة طويلة استراتيجية شوي تختلف. بسلسلة بس نشوف اللعبة نطمش عليها نطلعها. اللعبة زينة شكلها. نعرفكم على اللعبة، اللي ما شاف اللعبة يشوفها الحين. لكن وين مساجيني؟ ليش ما اقدر اشوفهم في الليل؟ ما رمي حركة هذا؟ هي روح شوف شو الوضع داخل. في حد قاعد يتحرك؟ لا رقود. رقود الربع. فتحت الكانتين بالغلط. راح اي واحد مسجون يروم يطلع. يا الله العيد. خلنا نكبر الكانتين بسرعة قبل لي النهار. زين تخلص هني، تسوي ادار كامل. هي نشيل الادار من هني بسرعة، اسرع ما يمكن. ان هذا اللي طلع الصباح عله، النهار اذا ياه جيج. مع السلامه المساجين كلهم شاردين. ابغى اشيل هاي. دسمانتل. اسمحوا لي يا مساجين بتضايقون شوي، لكن لازم نشيل بعض الامور اللي لازم نشيلها يعني. اخذت تحت بكبر كافتيريا مالهم. كبر كافتيريا. الباب دسمانتل. وتسيف هذا كان توه. هي وتسيف. بكشل هذا. هي كفو عليكم. نحول هذا الى مطبخ. اوكي. نسوي الكانتين كبير. ونشل هذا من هني. اوكي بشيل الادار هذا. لحظه، الادار مش عاجبني. انا قايل لهم يشيلون. اوكي ممتاز. زين الحين محتاج اوبجكتس. وين ثلاجتنا؟ عندنا ثلاجتين. محتاج نمد لهم ماي بعد. طباختين. كبرت شويه انا تراني بعد. لازم اتجاه واحد يعني. ومغسله. مطبخ قابل للتمديد في المستقبل يعني، مش انه خلاص لا. ونبغى اوبجكت ثاني اللي هو سيرفنج تيبل هني يكون برا على المطبخ على طول. اليارد مالهم هني. ابا سكر الدار. سكر الدار. اي حد يطلع هني يروح الحين. لا اوكي في باب. اللي خليه يبون سامانهم. السكرتي بطل لهم الباب مساكين. شكرا. ستوك. زين عندنا سامان هناك اللي يتخشخش، مو مشكلة. احنا بنسوي سجن ثاني. بنسوي سجن ثاني.
ليش مر منسخ؟ اوكي هاي اللي بحطيهم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بسكره هني بيدار، وبنحطي كوك بالثاني هذا هني، مسافة واحدة فاضية، واحد انسفشنت فاندس، ما عندي فلوس اخ، خلهم يبنوا هذا، خسرنا الفلوس كلها. المهم الحين استوى عندنا سجن مسكر، نبغى كهرباء، كهرباء 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 كهرباء، نبغى كهرباء. هاي الرخاص، المفروض ما يكلفوني ماي، ما يكلفوني ماي، ما يكلفوني ماي. لازم نعقل باب بيب، مش الباب، بيب بيب داخل. انزين هذا ما في دار الصوب الثاني صح؟ insufficient funds، ما عندي حتى إدار يا جماعة، شو صاير في الدنيا؟ prison maintenance، فتحنا الفورمان ولا بعدنا؟ خلنا نشوف. هي approved الفورمان، بس ما ظني عندي فلوس اني شو اوظف فورمان الحين، يبالي 1000. عنا نحن الانكم، daily income مفروض عادي يعني، بينا فلوس مو مشكلة، دام ان نحن مش في الماينس. ما عندي سوي ليت، ما عندي احطي ليت، ما عندي، تخيلوا ما عندي فلوس احطي ليت. كهرباء عندي استهلاكه جيد يعني، الحين انتاجه جيد، استغفر الله. زين بنشوف، هاي خلي بس نشغل الكانتين، لان الكانتين وايد مهم، ما عندنا اكل حقهم هاي مصيبة. هذا بيروح عند الكهرباء، هذا اوكي اوكي، كهرباء واحدة اذا شابك الكوكرز فهم يا بعض، يعني امورهم طيبة. افاليبل انتكس، شو اسوي فيهم هاي؟ خلهم في الهولدنكس، ما اقدر اسوي شيء. بيبولي فلوس اذا يو، هذا السؤال المهم، اذا بيبولي فلوس امورهم طيبة. ساعة كم الحين من اليوم؟ ما يبين، ما يبين. لا ابا كهرباء، بس كهرباء ما ظني عندي فلوس احطي حاليا، لا ما عندي فلوس احطي كهرباء، بس اذا بجيب كهرباء بيب من هني بيكون ارخص علي. كاشف له رواتب عمال وايد. زين هاتوا السراير هاي على الاقل، ركبوا السجون هاي. 3 دقايق بيهون، وعندي مكان حقهم ترى، ان شاء الله يجي معاهم فلوس. ايوه معاهم فلوس، حلو. شو بسوي في الفلوس؟ اول شيء بجهز مكان حق المساجين. زين حلو، بنسوي بيب اساسي بنمده، نبغى بيبات رخيصة. ونبغى إدارة هني، ها كيف زنزانة وما في إدارة. عندي مكان حق 5 مساجين جداد، ما أعرفهم كم يبون، بس عندي. نبغى أوبجكتس ليت، ليتين 3 على الأقل. بنشوف الحين كيف بيدخلونهم الحين، خلنا نشوف شو يسوون. هاي هذا منو؟ شو مسوي انت؟ conviction violent disorder، خيبة انت، assaulting an officer، حد قال لك تضرب شرطي؟ خايس violent disorder. انا للحين استكشفت ان، ولا اكتشفت انه ما عندي انفرادي، ابى اسوي حبس انفرادي، بسوي الانفرادي لما انفرادي. كيف ما عندي انفرادي؟
انفرادي بنعقلهم ادارتي بروحهم، بسوي اثنين انفرادي اخر شيء. صبر انفرادي شيء يباله روم سولتري كلوزد باي وولز اند دورز، بس ما يباله شيء. هذا يعني الحين بحط هني اثنين ثلاثة، سوي دار بينهم بين العالم، بسوي انفرادي واحد اخر شيء، بنحطي له باب. له باب بروحه زين. تصير بقعة مسكين واكل تبن فيها. سوليتري انكلوز سراندد باي وول سنترز. اوكي الحين بيركبوا له دار. اللي زعلنا سيدا انفرادي، نسوي له واحد اثنين. وين الليدات؟ كلهم عندهم زنزان ولا زنزان؟ زنزان مو كلهم. لا زين، هذا ليش ما عندك كهرباء؟ اوكي ما وصلوا، هاي الحين وصلوا. حلو حلو حلو، وايد حلو. نسوي الانفرادي هذا. البيبان مشفرة ولا انا يتهيأ لي؟ هذا باب مفتوح ترى، بيبانهم مبطلة. اوكي يوتيليتيز قاعدهم قاعد يمدون لهم بيبات، ونحن ساجرينهم بلنا ما عندنا مكان. بلنا ما عندي مكان. الحين بنسوي هذا. لا بتشوف لحظة، خلنا نشوف. غلطتنا. أنا غلط. رومز سل ماشي خلاص. شلو موضة والله يبتلعيد. دم برابل، نبى حد ينظف. نحن شو كنا مسوين؟ فورمان صح؟ فورمان يباله 5 4 في 4 المكتب يباله. ما عندي فلوس. بس ما انت الدور. تعالوا انت عندكم ماي ان بروجرس. حلو خلهم يشلون. ها عندنا الحين سامان، عندنا يعني لو بحط ذا غرفة مفروض سامان عندنا. توني هاي مو هنا يبقى 20 واحد. وين استلمهم؟ وين استلم 20 واحد؟ يقول استلم 20 سجين. انا 13 مش قادر، 16 عندي مش ما عندي مكان حقهم. وين حطنهم انا اصلا؟ مش قادر احط 16 واحد عندي. ما ادري اذا الاكل يكفيهم حتى، يعني بصراحة مش عارف. خلنا نشوف. خي سجاني يبطل لهم الباب. زي خلنا نشوف الكلون. اظن لان السامان عندي المفروض ما اعاني مشاكل. هاي السامان عندي. شو كان يبى من الجرانت فعد؟ انلوك كليننج ثرو بيوكراسي. كليننج يبى له فلوس. انزين كليننج يبى له 2000 وانا ما عندي 2000 اعطيك. خلنا نسرع شوي تشوف شو السالفه. يا حبيبي يا حبيبي السجن مفتوح. واو ما عندي فلوس. خالي وين السجن كله راحوا خلاص؟ ليش قاعد يشيل لي درون؟ ما عندي فلوس يا جماعة. شو اسوي؟ كل المساجين يشردوا عز الله يشردون. راح المساجين غير عندي اي بيبان اي شيء احطي بعد شيء اغطي فيه. ما عندي بعدي. تعالوا ابا اغطي. حرام عليكم حرام عليكم والله. ما اجيب فلوس. امية ابا امية والله يعيد. ابا امية
بسرعه 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 بنو يو ابني يا مسلم ابني هاي جيب العيد العيد جيب العيد انزين الحين خلنا نشوف شو عندنا 16 مش قادرين نسكنهم ويبوني اوظف احد وظف منو الحين ارجع عندي الكتريكال نبغى الكتريكال هني الكتريكال هني هاي من الستوك اللي موجود حلو هاي انتو ابنوا الكيبلات هاي حطوهن ايه انا اتصور اقدر اخليه مفتوحة ما له داعي لوك اوبن حاليا اوكي لان بيهم بياكلون هاي المحتاجين ياكلون يعني عندي واحد هني خمس سجون بالاضافة بيوني مساجين المفروض بس ما عندي مكان احط فيه المساجين كلهم انا خلنا نسوي كلون حق هذا مع الادار نسوي لهم ممر حبتين ولا حبة ما بيفرق صح بس ما عندي فلوس الحين الفلوس هي مشكلة هذا شو ناقصنا يقول ناقصنا تويلت زين خلينا نشيل هذا برد بنحطي الحين لازم نستكشف الطريقة لان انا وايد امتديت هني هاي الامتداد فقرني الامتداد الزايد في اللعبة هاي يذبح انا بعد عندي شو ابى ابني ادارة هني ابى احطي منو صديقنا الفورمان نبى نحطي له مكتب فهذا بروحه شغلة ثانية تشوف يبى كليننج يبى ما اعرف شو يبى ويت فور فاندز ها باقي يومين بيوصل لي 16000 بس ما في شيء يعني 16000 بيون حلوين بينقذونا من وايد مواقف بس الحين اهم شيء الريبورت نحن عندنا اوكي ما في فاينانس ما في شيء بروجرام ما عندي اي بروجرام انا بوليسي ريليجنز نيز جوبز انتيك بيمنت اوكي بريزنرز ما حد شرد صح ما عندي ولا هاي ريسك الحين اوكي عندي اربع حراس حقهم كلهم بس اهم شيء ان شاء الله ما تستوي مشاكل يعني لان للحين كل شيء طبيعي بس اذا استوت مشكله هني المشكله هذا ليش ما يرقد اروم غيره اروم اسوي له بانش شو مسوي هذا ديث باي دنجر درنجر درايفنج باب حد وهو يسوق انزين انا لازم امن مكان اصلا حق هاي اللي عندي مر واحد ولا اثنين نقدر نسوي بالطول زنزانات هني اذا اسوي مكان فخلنا نسوي مكان حق سجين زياده حق واحد زياده اساس نسكنهم شوي شوي لانه ما يصير الا الحال هذا عندي مساجين مش ساكنين عندي انفرادي اذا حد فيهم زعلني ترى حد يزعلني الحين بس والله دق انفرادي على عيني الخايس تعبانه بس بنسوي لكم ستاف ريستروم تخلون بنمد هني مو الموظفين مو مشكله المشكله الكهرباء الحين شوي قامت ترتفع عندي ليش ما عنده حمام لان اللي انا نسخته ما في حمام تعال حطوا حمام هني وحمام هني surrounded by enclosed doors closed walls ترى open هذا عالق مسكين الصبح open شو بش هذا شغلته بطلكم باب يعني ولا كيف يريح في غرفة السجين الخايس يريح في غرفة المسجون عندي هني ما ليش ما في حد عندي في السجن هذا ها رقود 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 هالمكان فاضي ليش لحظة closed by walls found
فاونديشن. بلوكت 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 2x3 فاونديشن كل شيء موجود. انزين اذا هذا بعد مش انكلوست فشو بسوي؟ انا نسخت الشيء الغلط اظني، لان شو يبالي اسوي؟ اسوي هذا اهدمه. انزين بلدريز شورس. انزين شل هذا وهذا دسمانتل، هذا دسمانتل، هذا دسمانتل. حلو، وباهم يشلون الغرفة هاي عن وجود. حلو، اها عرفت المشكلة الحين وين. بس خلاص كوك بيلد رد ابنه. هذا طلعت المشكلة اني انا حاط السل سبيس صغير، يعني هذا هني المشكلة. هذا بيستوي الله يعزكم حمام الحين، بس اموره طيبة. يوتيليتي زبالة ماي، ما بنحط حق الواحد ليت بعد كهرباء مو ببلاش. كوك بيلد اوريدي انا حطيت كوك بيلد صح. انزين يوه بيوصل المساجين داد بناكلها، بس هاي المساجين اذا وصلوا بسوي كلها غرف وبشوف وضع الاكل وياهم، يمكن ازيد بعد حارس. بس محتاج فورمان ارجنت انا. وابوك هذا قاعد يسجل كذا ياكل بينهد عليه ترى. زين انا سمعت صوت حد يصارخ، شو السالفه؟ بلاك انت ايه ايه اقول لك سير 6 ساعات انفرادي. تعال محتشر ها محتشر ها يزاكل انفرادي، بس محتشر يومين بدون حوادث. واو ابوك اللي ابو، شو السالفه هني عندهم في الحمام ضرابه؟ ترى بسوي لوك داون، بسكر عليكم كل شيء. بوظف سكيورتي. زي سكيورتي وين سكيورتي؟ ستاف جارد نبا، تو جارد نبا، فورمان. بسوي لك غرفه الحين مو مشكله، بس اتريا على اساس ما انساك، لو نسيتك والله ما اهني. ما عليه، هني مكان محمي شوي. زين بسوي فاونديشن، بسوي اداره هني، خلي خلص فاونديشن. بس شو ابى اسوي بعد؟ ابى اسوي، لانه وايد مساجين عندي 35، شو اسوي ب 35 الحين؟ يستهبلون هاي صح؟ ترى ال 10000 هاي ما تاكل عيش. خلنا نشوف نسوي لهم كم زنزانة زيادة. بنسوي حق هذا مكتب أهم شيء. نبى حد ينظف المكان، المكان والله زبالة والله إنه مش أوكي. رومز نبى أوفيس، أوفيس أوبجكتس، أوفيس ديسك ما نبى هذا، نبى دور عادي، نبى تشير، فايلين كابينت. فورمان ما يبى وايد فايلين كابينت، يعني مش قضية. أوكي فاينك، اسمع زعيق عندي، مش زعيق ابو الزعيق، دفون هنا دفون. يبالي افرقهم انا لحظه. لوك داون لا انت بس مو دفون. يا الله اخ اخ اي اح 6 ماتوا. زين ما يستوي ايوه استوت الخايسة، استوت الخايسة. كم انفراد يبالي ما يكفي الحين، في ناس ماتت، 6 ماتوا ناس.
عندي 4000، خلنا اني كلينينج لحظة. لازم نظف المكان الخايس. خل هاي للحين لحظة، مشكلة موظفين اظني موتوا عندي. هي لاني بثلاثة خمسة رايتنجا. يعني شو بخليهم يسوون الحين؟ ما في حد عندي بعد موت؟ حرام والله، مساكين الجاردز طيبين. مشكلة ريتو قاعد اسوي لهم لوك داون. مات مسكين، ماتوا عندي ستة. التخطيط السيء، شوفوا التخطيط السيء شو يسوي. ما عندي مكان اسكنهم فيه، ياسيبولي انت فتري هذا، فتري هذا التنظيف. استوى الدفان مرة ثانية. لحظة، انا لازم في شيء ما يستوي مرة ثانية. هاي الموين لهم كلها سلاح، وين عندهم كل هالأسلحة هاي؟ هلا نشوف نهاية اليوم. يا تنتهي السلسلة من بدايتها يا الأمور تمشي. هولدنج، عقهم في الهولدنج، هي عقهم في الهولدنج. زين زين. أوكي أوكي، حلو 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 حلو. عقهم داخل، عقهم داخل. خياس، في وايد ناس ماتت، وايد ناس ماتت. اللي ماتوا بالهبل بالهبل. انا يوم سويت كوك بلد وهذا وكلون، شو سويت كلون بالضبط؟ ما عندي فلوس خلاص. خلني هذا جرانتس، في شورت تيرم انفستمنت اند بروجرس، بريزن مينتنس. بني بعامل ينظف الحين قريب، بس انا الحين ما عندي هني بنا، ولا هي ما قاعد يبنون عدل. اخ كلون ما سيو يور بريزن اوت اوف كنترول، بوت داون ذس رايت ناو بوزيشن. هذا التفتيش ما نبغى. When the prisoners to their out of control. ما في طريقة اطرف فيها emergencies. اوكي رايت بوليس، warning and this raid soon the government will be forced to assume control. paramedics نبا كوست 100 مو ببلاش، جيب اثنين. فايرمن لا ليش خير، لا 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 ما ابا جوا الحين اجرب كل شيء. لوك داون، فتش اللوك داون خلاص. اللي يسوي ريد زين، عندنا شرطة الريد هاي زين، عندي الشرطة هاي المفروض يحلون الموضوع. كلهم اللي مصاب، اللي ما اعرف شو، اللي تعال تعال تعالوا هني داخل. خل تشوف حد زعلان. نعم 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 نعم، وين المشكلة؟ خلنا نحل المشاكل كلها، دفعنا فلوس اللي عندنا يبناها كلها.
البرمجيك مالي. تعالوا انتو هني. رايت بوليس. لازم لازم مشاكل. تاكل له خسائر فلوس ترى. Sufficient funds again. ما عندي انفرادي ثاني. ما عندي اصلا يعني سجن حقهم يعني تقولوا لي حطي لهم سجن سوي لهم مكان. ما عندي مكان. بكل بساطة ما عندي مكان. ويت فور فانس باقي لي 17 ساعة على الفانس. بسرع الوقت شوي. تري 17000 ببني لهم انا زنزانات وطاولات. اوبجكتس اقدر احط تيبل. عندي فلوس تيبل هي. عندي فلوس بنش هي. والمفروض ما احطيهم شي. المفروض احطيهم بالطريقة هاي. في عندي مشاكل بعد. ابغى انفرادي. ما عندي فلوس احطي حتى انفرادي ولا اي شيء. زين هذا 50 ربية. ليش ما اروح احطي؟ ما عندي 50 ربية. انا اراويكم. انا اراويكم. ما يفيد وياكم الا الانفرادي. 500 الباب خرب بيته. كان في زنزانة هني في الايام شلت. انزين يبالنا شاور ثاني. استوى عندي رايت بوليس. استوى عندي ما اعرف شو استوى. الوحيد اللي مكانه غلط هذا هو البيب ماله. تعال تعال ترى كله فلوس. ها كله كوست. انا وين الحين استقبل هاي؟ لحظة انا وين المفروض استقبل هاي؟ انا مش قادر افتك من اللي عندي. الله قسم بالله سويتوا لي الشغلة انتوا في هاللي كل شوي حد مطلعينه. تعالوا ابنوا لي هنا زنزانة. كملوا لي اللي مش كامل. كملوا لي اللي مش كامل. بنسوي مسافة هني ممر. كملوا لي اللي مش كامل. مفروض اسوي بالعكس لان هني بيستوي عندي. ما علي بسوي ممر ولا اقول ما يستوي اصلا. مو مشكلة خلهم هاي اللي بروح. مستسوى الله طلعونا نروح. لحظة انا دفع سعر السماء الحين. لا والله طلعين روحي. تعرفون شو مطلعين روحي؟ نشيل هاي كوك بيلد. كوك بيلد. كوك بيلد. كوك بيلد. تعال انت كوك بيلد. كوك بيلد. كوك بيلد. ما اعرف شو بيصير فيهم في الاكل والسكيورتي لكن وضع ما راح يكون اوكي ابدا. يعني عندي شيء 50 واحد. وين عقم؟ وين عق 50 نفر؟ يا
جهاز يبوا لي سجين عقب سجين عقب سجين، وبعد 22 ساعة بعد يقول لك في سجناء جايين. بينا فنز الحين 12 ساعة باقي على الفنز، ما اعرف اذا افتحوا لهم الباب، افتحوا لهم الباب هايل، بس يحاولون يشتغلون، افتحوا لهم الباب. الجارز مش قادرين شو يسوون ترى، على فكرة الجارز متوهقين. ستاف جانيتر عندنا 500 يباله، ما عندي حتى 500. الوضع مأساوي. كمان احط المساجين هاي الكلام، اوكي انت استعطيني هذا، بس انا ما عندي مكان حق المساجين هاي. الوضع مش طيب ابدا ابدا ابدا. ماي عندي رايد بوليس، كم بيسوون؟ لازم اسوي دورم كان سكن جماعي، ما اظني حتى الاكل بيكفي يعني. مشاكل عندي لين يوم المشاكل، مشاكل لين يوم المشاكل، كلهم انفرادي بشكل اخر. شيء خلهم هاي اللي يبنون، على الاقل مساجين عقهم. في هني دار، شل اللي دار تروح ريح، يعني ما اعرف ان خليك تريح. عندي فلوس اصلا، باسجن محطوطة الجدران بس يبنونها. ها بني فيها مساجين جداد، ما ملحقين على زحمة المساجين اللي قاعد يبونهم. ويا ربي كل شوي حد ميت، كل شوي حد ميت. بس خلاص انا الحلقة بس بوقف، ما اقدر خلاص، بشوف حله بعدين، شوف حله بعدين. اخطاء الادارية تقتل. شوف بعدين. حياكم الله ان شاء الله بحلقة جاية.